بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية ان انا اتقدم لكم جميعا بالتهنئة باحتفالات اكتوبر، الذكرى 51 لنصر اكتوبر سنة 73. والحقيقة لازم نتوقف هنا كلنا على مرور 51 سنة من العمل الجاد والنجاح المبهر الذي حققته القوات المسلحة خلال هذه الحرب. وأنا هكون دايما في كلامي معاكم يعني هكون موضوعي، وأقول إن الفترة ديت كانت فترة صراع وكانت فترة كراهية شديدة في المنطقة عندنا، وكان الجيش المصري ساعتها في محنة كبيرة، وكان فرق الإمكانيات بين الجيش المصري في معركته اللي هي معركة 73 فرق كبير قوي، ولكن إرادة القتال لتحرير الأرض، إرادة القتال لتحرير الأرض كانت في ذهن وفي قلب مش بس الجيش المصري، في قلب كل مصري. وحدثت حرب اكتوبر، واللي اكدت فيها ان رغم الفرق الكبير في الامكانيات الا ان النصر ممكن يتحقق بالارادة. المهم في النقطة دي اللي انا عايز اقولها ان بعد 51 سنة القيادة اللي كانت بتقود الدولة المصرية في الوقت ده كانت قيادة لها رؤية بعيدة جدا جدا، واستطاعت ان هي تتجاوز عصرها وتتجاوز ظروفها وتتجاوز الحالة اللي كانت موجودة فيها منطقتنا، وكانت بتقول ان احنا قاتلنا من اجل السلام، نستعيد ارضنا. وهي دي مهمة القوات المسلحة، هي الحفاظ على اراضي الدولة وحماية حدودها، وده امر اتصور ان هو من افضل واشرف المهام اللي بتقوم بها اي قوة او قوات عسكرية لاي دولة، انها تحمي بلادها وتحمي حدودها.